لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يكشف كل عيد من الأعياد السيدية الحقائق اللاهوتية لسر التدبير الإلهي الضرورية لخلاصنا، ومنها عيد التجلي. ثالثا، الطاعة للمسيح الإله المتجسد. المسيح هو إله كامل وأحد أقانيم الثالوث القدوس الذي تجسد وأخذ الطبيعة البشرية كاملة. يجب أن نعترف به كمخلص وأن نتبع وصاياه، وهذا أساس ما نطلبه في الصلاة كما علمنا هو: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. عندما نحيا ونجاهد لاقتناء الروح القدس سنعاين مجد الله، سنعاين مجد الله وملكوته على الأرض كما حدث مع الأنبياء والرسل وكل القديسين عبر كل العصور. ولن تصبح المادة وكل احتياجاتها أساسية في حياتنا، وهذا ما رأيناه جليا في حادثة التجلي. علقت كل الحاجات البشرية في جبل ثابور، فلم يفكر الرسل ماذا سيأكلون أو سيشربون، بل فقط بالمسيح وبموسى وإيليا، وأن يصنع لهم 3 خيم رغم أنهم لا يدرون ماذا يقولون. قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال، لك 1، ولموسى 1، ولإيليا 1. وهو لا يعلم ماذا يقول. هم فكروا بملكوت السماوات وتحقيقه على الأرض، وبالتالي ماذا سيحدث إن لم نعترف بالمسيح كمخلصا لنا وإن لم نطع وصاياه؟ طبعا الجواب واضح ومن عالمنا الحالي. ولنقارن بين أناس استناروا بنور التجلي وأصبح طريق الحياة أمامهم واضحا يوصلهم لملكوت السماوات، وآخرون لم يستنيروا بهذا النور الغير المخلوق بل بآخر طبيعي مخلوق. طبعا سيرون أمامهم الطريق الطبيعي الذي نهايته على الأرض تحت التراب، بعكس النور الغير المخلوق الذي نهايته ملكوت السماوات. فلنستنر بنور المسيح كي يزول الخوف من حياتنا، ولنضمن السلام والراحة في ملكوت السماوات. لسيادة المتروبوليت سيلوان أونر.